السلام عليكم ورحمة الله. اللي جاي يا جماعة من المترو بتاع أم مصريين، حضراتكم هتنزلوا من مترو أم مصريين، هتمشوا على رجلكم حتى بس بالظبط، هتوصلوا لغاية بنك ناصر للسوق بتاع يوم التلات اللي هو في ساقية مكي. أنا بصور لكم في يوم غير يوم سوق التلات عشان أوريكم الشارع وهو فاضي قد إيه، ولما يجي يوم التلات بيبقى زحمة جدا. هتمشوا لغاية الآخر هيقابلكم مكتب بريد الجيزي. مكتب بريد الجيزي ده جنبي شارع ضيق وصغير، هتدخليه في مدرسة فيه اسمها محمد فريد الإعدادية بنين، قدامها أم سيد بتاعة الدفايات، أحمد غنيم بتاع الدفايات، الراجل بتاع الستاير، الراجل بتاع الشانيليا. الشارع ده كل اللي أنا صورت عندهم موجودين في الشارع ده، مش هتلف كتير. فيا رب يكون أنا كده موضحة لكم في الفيديو العنوان بالظبط. ادعميني بقى بالاشتراك في القناة ولايك، وتعالوا نشوف الشغل بتاع النهاردة. بصوا يا جماعة كده احنا بنصور لكم عند احمد غنيم، جايب النهاردة تشكيل جميل جدا في الفيديو. الفيديو ده كان يوم الثلاثة اللي فات، جايب تشكيل رائع من الدفايات واسعار كويسة هتعجبكم قوي بالنسبة للكبير وبالنسبة للاطفال. حاجة ممتازة، والخامة والله العظيم بجد جميلة جدا بالمتر، وعنده بالكيلو فضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا عند فرشة احمد، فهنا المتر الكيلو بخمسين، الكيلو بخمسين، انا هصور الدفايات بس ما تلاقيش الكيلو يا جماعة، هنا بخمسين اهو عند احمد اللي احنا صورنا عنده قبل كده، اللي احنا صورنا عنده قبل كده ده كده الكيلو بخمسين اهو، شايفين الكومة دي الكيلو بخمسين اهو، ده مقطوع اهو كيلو كده خمسين. هنا في عنده اهي الدواسات بتاعت الحفر، بتاعت الارض قصدي، هي معفورة، عمال اركز في الحفر بس، جميلة قوي. عنده اهي ب400 جنيه، ما فيهاش اي قطعة ولا اي حاجة خالص، وده ظهرها اهو ب400. ده شكلها قطيفة وبتتحط على الظهر، وبتتحط على الارض اهي عشان تمسك من الايه الحته الخشنه دي. ودي ايه ده؟ دي بطانيه دي ولا ايه؟ دي تقيله قوي قوي. دي ايه؟ دي ايه؟ بالكيلو ولا بالمتر دي؟ دي بالكيلو ولا بالمتر؟ ده بالكيلو. ده بالكيلو؟ ده تقيله قوي، ده تقيله قوي. ده كيلو كام؟ الكيلو ب70 جنيه. كيلو ب70 من دي يا جماعه، بس دي تقيله قوي. فاهم البطانيه دي؟ ما هي بطانيه، بس بطانيه ايه؟ فرد للاطفال؟ اهي كيلو ب70، شايفين تقيلة جدا. بص ده كيلو، ده كده كيلو ب70 كل اللي هنا، صح؟ الله يبارك لك. ده كيلو ب70 اهو، شايفين الشكل؟ كومة بسيطة قوي اللي عنده الكيلو ب70. ومتقفل اللي ورا عندك ده؟ كيلو ب80 متقفل جاهز. ايه ده كيلو ب80 متقفل جاهز؟ مش بالواحدة؟ لازم بالوزن برضو؟ طب الواحدة تعمل قد ايه؟ لا تعمل لها 140 130. 140 130؟ طب تعالوا والله إيه؟ نختار واحدة ونشوف هتعمل قد ايه، احنا ورانا حاجة. يا الله لا اله الا الله. يا جماعة اهي البيون متقفلة، والكيلو ب80 بس تقريبا، هي مش متقفلة من جميع النواحي. ثواني كده في اهي، صورت اهي. اه كده بص اهي، طب ماشي، عملت 140 صح، كيلو 2 كيلو الا ربع، شايفين 140 اهي دي. انا عايزه افردها هي، معلش كيلو هنا ايه، كيلو هنا ب80. بصوا دي اللي انا فردتها اهي، اخلي حد يفردها لنا عشان انا شفت فيها بس ايه قطعه بس حلوه ب140 اهي. شايفين ومتقفله، متقفله اهي. هي الغلطه بقى فيها ايه؟ قطعه صغيره. عايزه اوريها لكم، كانت لسه انا شايفاها اهي، الحمد لله لقيتها. شايفين خرمه اهو، بص لا يسكر لا يسكر اهو، تاخديها على سن الابره بقى، هي دي اللي فيها، عامله 140 جنيه، شايفين عامله 140 جنيه. اشكال كتير اهي، انا شفت دي متقفله اهي، بصوا متقفله من جميع النواحي، حتى بالتيكت بتاعها، ده ظهرها اهو، ظهرها اهو، بصوا وادي التيكت بتاعها، وادي التيكت بتاعها اهو، صنع في مصر، والمقاس 220 في 240. ماشي بصوا الشكل ده، بصوا الاشكال عنده اهي،
يعني دي ما فيهاش حاجه انا مش شايفه فيها اي حاجه خالص. تتوزن على الميزان تعمل 140 ما شاء الله. لا حلوه، لا حلوه بجد. بصوا الشكل ده، في على فكره خفيف عنده وفي تقيل، يعني دي حلوه قوي. يا نهار ابيض. احمد انت في ايدك حاجه؟ انا عايز بومية يا حاج. احنا بصي انا بقيل، انا عايز احمد يفرد جي. بصوا انا بفرد بيد واحده بقى، معلش اعذروني، انا عايزه ابين لكم شكلها وتقيله قد ايه. شايفين الكيلو هنا ب 80، دي ما فيهاش حاجه خالص، يعني هتعمل 140 جنيه 150 جنيه على حسب التقل بتاعها. ومتقفله اهي، متقفله من جميع النواحي، متقفله. هي ممكن تكون فرز تاني، حاجه بسيطه فيها يعني. دي بصوا فشل اللون، ايه ايه حاجه كده لا تذكر، لونها محمر شويه لكن ما فيهاش ولا قطعه. تحفه جدا، تحفه. معاكي كده وانت بتفرزي؟ فرزيها معاكي. لا 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 والله مش مبيناكي. بصوا يا جماعه كيلو 80 عنده. اه ده برده بالكيلو، تحطيها على الميزان وزي ما تطلع. تطلع اللي في الواحد كيلو. جميله. يعني انا وزننا واحده قدامكم اهي طلعت 140. بس دي مش متقفله، فيها جنب مش متقفل اهو، شايفينه؟ في جنب مش متقفل، في متقفل كامل وفي حتت مش متقفله. شايفين اللون ده؟ افرزي والنبي معايا اللون ده، معلش اتعبك معايا. بصوا برضو استني عشان نبقى مبينين، يعني اهي بصوا برضو فيها قطعه بسيطه دي. ايه لو اتاخدت على سن الابره والله ما هتبين. بصوا شكلها جميل قوي جدا. خش على اسعار الدم يا شيخ، طلع على جمال النبي. شايفين اللون؟ يا لهوي على الروقان، ما شاء الله. والله في حتت سليمه في الحاجات دي، يعني في حاجات انا اللي فيها قاطع ولا فيها حاجه غلط بقول لكم عليها، وفي حتت سليمه والله. يعني ممكن تكون دي فرز تاني. عندي مفرز جاي ب 75. جميله قوي، جميله. معلش بقى يا جماعه احنا في سوق، وانتوا عارفين السوق بيبقى فيها اسواق كتيره. انا كده تقريبا كل المفارش الالوان بتاعتها متكرره، يعني اللي مش متكرر على قد ما اقدر بسحبه وابينه لكم. لا متهيألي كل الالوان كده متكرره بالظبط. بس الاستاذه تعبناها معانا تفرد معانا اهي. بصوا دي حلوه، دي متهيألي ما فيهاش حاجه دي. حلوه قوي دي، ما فيهاش حاجه خالص. انا عماله ادور على اي حاجه فيها. لا ومتقفله من جميع النواحي، هي حلوه. النهارده خالص كده اسعار جمله، ما فيش منه تاني والله. تعالوا بقى نشوف اللي بالتواب عند احمد. احنا هنبدا من الاحمر ده. الاحمر ده ما فيش منه ساده تاني؟ ما فيش منه ساده تاني؟ طب المصبع ده الاحمر بكام؟ عامل 60. انتوا ايه غليتوا عشان الشتا داخله؟ لا والله ده. طب يلا حطوا. طب يا محمد وريني المصبع التاني ده ب 60. ده ظهرها ده. اه بصوا دي كل مصبع ب 60. ده عامل 55. الاحمر ده صورناه قبل كده ده، بس صراحه تحفه، تحفه في الشكل. شايفين 55 برضو. هو ده عرضه قد ايه يا احمد؟ 2 متر. زرافه. لا اله الا الله. نرى على الوبر عامل حاجه في مناخيري. تعالوا نشوف بوه ده. بوه ب 50. شايفين ده بوه ب 50. ماشي يا محمد. لا عليها اسمها ايه دي؟ بومه. اه صورناها قبل كده، بس الخامه بتاعتها فظيعه، جميله جدا. دي على فكره العرض بتاع 2.5 مش 2.25. لا ده عرضه 2.5، يجي مرتاح على السرير قوي. وده برده عرضه 2.5. بصوا ده كده 50 برده. 50 اللي بعد كده كله 50. ده كده الوش اهو. ماشي تعالى نشوف الحمراء دي، جميله قوي الحمراء دي. حمراء حمراء، معرفش في الفيديو الاحمر بتاعها هادي، بس هي حمراء قوي على فكره جدا. بصوا شكلها حلو قوي.
افردها ايوه كده ما شاء الله الورده بتاعتها كبيره ماشي حطها كده هدي بقى العلاقه عروسه دي كده 50 اهو لسه ما زدناش في حاجه دي الحفر بتاعها ظاهر قوي بصوا الحفر بتاعها ظاهر جدا يا ده تقيله قوي دي ايه ده عرضها قد ايه تعالى يا احمد هات لي محمد هات الطرف ده هات ايوه ده امسك من عندك بقى كده بسم الله ما شاء الله دي بتهيألي 2 متر برضو بصوا الشكل معلش خليته يمسكها عشان تشوفوا الشكل كويس شايفين ماشي احمد ده عرضها قد ايه يا احمد طيب بصوا الحفر هو ابنه هيجيب لي المتر دلوقتي ويقيس متر بصوا الحفر ده ماشي يا محمد يلا عسلية انت يا محمد والله لازم تيجوا تشوفوا محمد اهو بيقيس اهو قد ايه 2 وربع 2 وربع شايفين 2 وربع ماشي يا محمد تسلم ايدك يا محمد والله ان انت يعني بتريح الناس والمشاهدين يشوفوا المقاس قد ايه يلا يا عم حموش هات انا الطرف امسكه معاه انت كتر خيرك قوي يا ابني على اللي انت فيه ده والله انت ما رحتش مدرسه ليه هتروح ولا ابوك قعدك منها لو ابوك قعد منها في كلام تاني لا دي جميله قوي ده بكام المتر ده كله ب50 دي ب50 والله حلوه قوي والله حلوه قامتها حلوه اهي بصوا يا جماعه شكلها تحفه ده جميله جدا ماشي ماشي يا محمد هات اللي عليها دبدوبه دي امسك معاك اهو حاضر يلا بصوا عليها دبدوبه كبيره فش تحت خالص اهي ده كده برضو ب50 اللي عليها ميكي دي مقاسها دي 2.5 دي بقى اللي قلت لكم الرسمه بصوا انا كده ماشيه كده اهو انت بتاخدي ايه؟ بتاخدي المقاس من فوق من عند محمد كده استنى يا محمد بتاخدي المقاس من فوق من عند محمد كده عشان يستريح لا المره دي انت هتاخديه كده عشان الرسمه جايه في النص ازاي؟ الرسمه جايه في النص ماشي يا محمد اسمه ايه؟ بصوا الرسمة دي اهي احمر احمر متر ب50 ماشي يا محمد خلاص والله العظيم شفتها حلوة قوي الهادية دي هادية قوي اهي بصوا يا جماعة دي هادية قوي لونها رمادي هادي جدا الحفر بتاعها اهو شايفين والرسمة بتاعتها عليه كتكوت بياكل بطيخ يلا يلا يا محمد مش هيعزمنا احنا لسه ما فطرناش هيعزمنا بعد ما نفطر بصوا الجمال ده افرد يا محمد كده ما شاء الله دي جميلة قوي ما شاء الله انا يا جماعه بحب الالوان المترقعه بصوا بقى انا ماشيه كده بحسب الرسمه ماشيه كده بحسب الرسمه ماشيه كده لا الرسمه ماشيه كده بالعرض يعني انا لما اجي اخد المقاس اخلي بالي ان الرسمه دي هتيجي في وسط السرير يعني انت تيجي تاخدي 2.5 عشان تيجي من عند الراس لحد الرجلين والرسمه دي تمشي كده في النص بتاع السرير خلي بالك من الرسمات وانت بتشتري حلو قوي حلو قوي دي متر برده ب50 اهي الاشكال مختلفه هنا في السوق يا جماعه كل واحد عنده شكل غير التاني ده احلى حاجه في الموضوع انك تلفي عند واحد واثنين وثلاثه تلاقي الاشكال مختلفه تقدري تختاري بقى اللي انت عاوزاه كله جميله دي اوضه اطفال برده ماشي يا محمد قربنا نخلص اهو 50 حلوه قوي دي الوانها هاديه ونزل منها ملايه بتعملي الملايه والدفايه مع بعض تبقى حلوه قوي هات هات شكلك تعبت ارسم هنا اعمل كده وهات شنطه زي ما بابا قال لك على ما انا صور بصوا يا جماعه اهو معلش يا بالشقلوب عشان هو الطوب حاطه غلط اصلا بس ده شكلها اهو فين شكلها في بقى دي في بقى دي اللي عليها خرفان خلي محمد دلوقتي يفردها لنا يلا حموشه دي عليها خرفان ما هي دي كده الصح اهي بس معلش برده بالشقلوب يا جماعه هي بس عدلة الطوب هما حاطينه غلط
ماشي يا محمد، وريني المصبعه دي، دي ب 55 اللي هي المضلعه دي يا حاجه، والساده دي ب 50. اه دي خدنا منها قبل كده، دي خدنا منها. ماشي وريني الاحمر ده، وده اخرهم، ده اخر حاجه. الله دي جميله، بصوا بقى الرسمه ماليه الدفايه، لا في شكل يمين ولا في شكل شمال، الرسمه كلها ماليه الدفايه اهي. ماشي يا محمد، ده اخر حاجه عندكم يا جماعه. اهو احمد اهو وعنده شحن الفرشه من اول الشارع عندكم لغايه هنا كده اهو. وعندكم البطاطين الكيلو ب 80، وعنده في كيلو ب 50 بس حتت صغيره وبس، هو 80 و50 وفي حتت تاني كده قال لي ب 70 دلوقتي تقريبا، وكل ده كده بالكيلو. بص البطاطين اللي ورا جنب محمد دي كده بالكيلو، احنا وزننا واحده وطلعت ايه ب 140 وكده. انا كده صورت لكم النهارده عند احمد، واحمد هحط لكم ارقام التليفون بتاعته، وعنده شحن لجميع المحافظات. ويا ريت تدعميني باللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.